كلمات مش ممكن ننساها تشفي فينا الجروح، كلمات شايلة معاني بتشيل هم الطروح، حروفها منورة جوايا متقصرة، كلمات الروح. آب والابن والروح القدس إله واحد أمين. نستكمل سويا تفسير الإصحاح التاسع من سفر الرؤيا، وصلنا إلى آية 16، ولكن بعد جزء من ترنيمة احفظني في رضاك باقي أيام عمري. احفظني في رضاك باقي أيام عمري، اجذبني من وراك، اجذبني وأنا أجري، اجذبني وأنا أجري، يا ساكن في علاك، يا من له أمري، قد قلت لا أنساك، من مسك مس عيني، من مسك مس عيني، احفظني في رضاك باقي أيام عمري، اجذبني من وراك، اجذبني وأنا أجري، اجذبني وأنا أجري، عقلي أصبح حيران من فرط ذاك الحب، ارحمني ده أنا إنسان، خليك دوما بقربي، خليك دوما بقربي، احفظني في رضاك باقي أيام عمري، اجذبني من وراك، اجذبني وأنا أجري، اجذبني وأنا أجري. اتكلمنا في الحلقة السابقة بعنوان الناس واستمرار الأدناس، وقلت أول كلمة بداية غريبة وكلمة تاني نتيجة رهيبة وخطايا كئيبة في هذه الحلقة بنعمة المسيح. لكن بستكمل آية 16 تحت عنوان بداية غريبة، بداية غريبة. في آية 16 بيقول وأنا سمعت عددهم، كان عددهم 200 مليون جندي على 200 ومليون خيل أو حصان، وعرفنا أن ده لا يمكن يكون عدد طبيعي. لكن السؤال النهاردة ليه يوحنا بيقول وأنا سمعت عددهم؟ طب ما أنت يوحنا في الرؤية، ما أنت شايف كل وسمعت ونظرت وعارف كل شيء بالحضور اللي انت حاضر فيه. يقول لا، انا بكتب النهاردة بكل دقة وانا سمعت عددهم. ليه اعزائي المشاهدين قالوا انا سمعت عددهم؟ ده قبل كده في اصحاح 7:9 قال عن ناس جايين من
فئة شافها يوحنا لم يستطع أحد أن يعدهم من الكثرة. طب المرة دي بيقول أنا سمعت عددهم 200 مليون. العدد لما كان أقل شوية في إصحاح 7 ما قدروش يعدوه، ما تقلش الرقم كان كام. لكن المرة دي الرقم لما اتشاف واتعرف اتقال واتكتب، وكان رقم مهول جدا علشان يلفت انتباهنا احنا انه لا يمكن الميتين مليون يبقوا في بشر عاديين او عساكر وجنود عاديين. واثبتت الحلقة اللي فاتت هذا الكلام. شيء مهم جدا ان يوحنا ما كانش يقدر يعد 200 مليون جندي عند نهر الفرات، فبيقول انا ما كنتش اقدر، انا سمعت واللي سمعته انا بوثقه، انا شاهد عيان بكتب كل كلمة بكل دقة. آية 17 بتقول وهكذا رأيت الخيل. اول ما اسمع كلمة خيل افتكر حاجة مهمة جدا، خيول في الأجواء السماوية الأجواء الروحية، أقول زي حادث إيليا النبي في المركبة اللي كان بيجرها خيل، ولكن كانت مركبة روحية تماما في سفر الملوك الأول والثاني. لما أفتكر وأشوف كلمة خيل أفتكر الملامح بتاعة الخيل، القوة والسرعة في الانطلاق. واضح ان هذا الويل الثاني مرعب ومفزع وخطير جدا. وهكذا رأيت الخيل في الرؤيا، يوحنا بيأكد لنا انه ما زال شاهد عيان، الرؤيا اللي بيشوفها بيقولها زي ما هو شايفها بدقة، عشان بعد كده هيحذر ان ما حدش يحذف حرف ولا يزود ولا ينقص عن المكتوب، لأن هو بيوثق كل كلمة وشايف، والكلام ده رؤية هو شايفهم. هكذا رأيت الخيل في الرؤية والجالسين عليها. مين الجالسين على الخيول دي؟ طالما أثبتنا أنهم أرواح شريرة والخيول في الأجواء الروحية الشريرة، يبقى الجالسين عليها هم فعلا evil spirits، يعني أرواح شريرة. والجالسين عليها لهم دروع نارية وأسمنجونية وكبريتية. صفات وملامح غريبة جدا، وإحنا بنتكلم تحت أول عنصر اللي هو بداية غريبة لهذا البوق السادس اللي هو الويل الثاني. بيقول والجالسين عليها لهم دروع نارية. المرة اللي فاتت عرفنا ان الجراد اللي واخد شكل الحصان لكن على صدره دروع، عرفنا ان الكلمة المترجمة دروع هي كلمة صدور، والصدر اذا كان رمز دايما للحنية والاتساع والحنو والرأفة. لكن كانت الجراد في البوق الخامس بتعلن ما يشيع اليأس في الناس، لأن صدورهم حديد، صدورهم دروع. طب المرة دي الدروع مختلفة جدا، وبيقول لهم، واللغة اليونانية مكتوب فيها كلمة إن دروع، لهم دروع من نار ومن ياقوت أصفر. شوفوا الكلام اللي مكتوب ايه، لهم دروع نارية وأسمنجونية وكبريتية. ان كانت الدروع في البوق الخامس كانت تشيع اليأس في الناس، يعني برضو فيها شيء دفاعي كده وما يحاولوش بقى يهجموا، في يأس مشاع منها. انما المرة دي اللي يشاع من كلمة الدروع انها دروع هجومية، لأن فيها ثلاث صفات خطيرة جدا. الصفة الأولانية إنها دروع فيها نار، والصفة الثانية إنها دروع فيها دخان، والصفة الثالثة إنها دروع فيها كبريت. هي نار نارية وأسمنجونية
وكبريتية. السؤال هنا، يا ترى دروع نارية بتشاور على ايه؟ بتشاور على شدة العذاب. عارفين لما الواحد يكون متألم قوي، او واحدة تكون متعذبة جدا في حياتها مثلا الزوجية، نقول ده شدة العذاب، دي كأنها عايشة في نار، او كأن الألم زي النار، ده تعبير عن شدة العذاب. وإسمنجونية، إسمنجونية مكتوبة في اللغة اليونانية ياقوت أصفر، ياقوت أصفر. والحقيقة أن كلمة ياقوت أصفر دي تخليني أقول لكم، اللي منكم شاف قبل كده حجر كريم زي الياقوت مثلا، يعرف كويس قوي أني بيعكس الضوء ويرتد بالعكس، زي القانون اللي بيقول لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. فإذا ياقوت أصفر بيشاور على أنه هيعكس الشعاع اللي يسقط عليه، أو إذا في إضاءة ترتد على الناس، هم جايين كده الخيول والدروع أهيت فتعكس على البشر. تشبه إيه الحكاية دي؟ تشبه المسدسات الليزر، تلاقوا طالع منها شعاع ليزر أحمر بتوجه على صدر الشخص المطلوب إثباته بالظبط. دي طريقة للقنص، وده معناها اللي نفهمه إن الدروع الأسمنجونية بتعبر عن إن الحرب دي مش هيفلت منها إنسان. ويكمل الكلام ويقول وكبريتية، والظاهر كلمة كبريتية بتشاور على إنها دروع جهنمية، دروع جهنمية. بيكمل يوحنا ويقول ورؤوس الخيل. احنا لما نفتكر البوق الخامس كان فيه الجراد هو اللي شبه الخيل، لكن كان ليه رأس البشر. المرة دي لو هنتخيل ان خيول ليها رؤوس، يبقى نتخيل ان ليها رؤوس خيول، انما المرة دي المسألة مختلفة وشديدة الصعوبة جدا، ودي بتفكرنا بالبوق الخامس، انما على اكثر خطورة في هذا الويل الثاني. ورؤوس الخيل كرؤوس الأسود، واضح أن تشبيه كرؤوس الأسود بتشاور على الرعب، وبتشاور على الأسود على سرعة افتراس والتهام الفرائس والذبائح، سرعة الافتراس. ومن أفواهها يخرج نار ودخان وكبريت. واضح أن كلمة ومن أفواهها، يعني تخيلوا 200 مليون جندي راكب على 200 مليون حصان، بيخرج من أفواهها نار ودخان وكبريت. طبعا اللي يركز كويس يعرف ان مفيش بشر بيخرج من أفواههم حاجة، انما دي إشارة مباشرة انهم أرواح شريرة فعلا. لكن لاحظوا ان هذه الأفواه اللي هي على رؤوس أسود مش بتعتمد على التهام الفرائس، يعني اللي يدخل جواها، إنما أفواه بتعتمد على اللي هيخرج منها. إيه هو اللي هيخرج؟ نار رمز للعنف، دخان رمز للأسوأ، كبريت رمز للحرق. وبكده يبقى اتكلمت في العنصر الأولاني بداية غريبة. عايز أقول الكلمة التانية نتيجة رهيبة، نتيجة رهيبة. آية 18 بتقول من هذه الثلاثة قتل ثلث الناس، نتيجة رهيبة. لكن بفكركم زي ما قلت المرات اللي فاتت، ليه التلت بس اللي اتقتل؟ لأن المقصود أن التلتين الباقيين يتعظوا والمؤمنين يثبتوا في الإيمان بعزم القلب. عشان كده الضربات بتنزل في الأغلب على التلت الناس. بيقول من هذه الثلاثة قتل ثلث الناس من النار، يعني حرقا، والدخان يعني خنقا، والكبريت يعني تسمما. ولاحظوا ان كل الضربات والامور المفزعه دي، الامور الرهيبه دي،
بفكركم معاها ان كل ده مش على كل المؤمنين، ده على الاشرار، والبوق السادس بالتحديد على منطقة اسرائيل بالتحديد الغير مؤمنين. فبيكمل الكلام ويقول من النار والدخان والكبريت الخارجة من أفواهها، واضح إنها أرواح شريرة، فإن سلطانها، وطبعا أعطيت يعني بسماح، اللي ادالها السلطان هو ربنا، كلفهم إنهم يعملوا التصرفات دي، فإن سلطانها هو في أفواهها. ودايما أفواه الأرواح الشريرة بتفكرني بالكذب، يقول وفي أذنابها، والأذناب يعني الديول. وورت لكم في الحلقة اللي قبل اللي فاتت الجراد كان ليها أذناب، ولكن الأذناب بتبقى من تحت يعني مختفية شوية، معنى اختفائها الخبث. يبقى الأفواه بتشاور على الكذب، والأذناب أي الديول بتشاور على الخبث. يقول لأن أذنابها شبه الحيات. شبه الحياة، افتكروا معايا حضراتكم الحية القديمة هي المخلوق الوحيد اللي الشيطان اختاره علشان يخدع بمكر وكذب ودهاء، وليها ذنب. اختاروا الشيطان علشان يضل أمنا حواء ويوقعها في الخطية هي وأبونا آدم. ولها رؤوس، وفي اللغة اليونانية بأكد لكم أني لما لقيتها مكتوبة بتؤكد أن المقصود أن الأذناب هي اللي ليها رؤوس، أما الخيول فليها رؤوس أسود، إنما دي ليها رؤوس، يعني الأذناب نفسها هي اللي ليها رؤوس. إذا كانت الرؤوس دايما تشير إلى التعقل أو الرؤية، فمعنى الكلام أن حتى الأذناب المؤذية اللي ليها رؤوس هي نفسها مش هيفلت منها حد، لأن عندها إدراك أو تمييز، فمش هيفلت منها أي إنسان أبدا من الأشرار المطلوب قتلهم. بيقول ولأن أذنبها شبه الحياة ولها رؤوس، المقصود الأذناب، وبها تضر. يبقى الديول لها هي نفسها رؤوس، ده معناها ان يبقى العقوبة او الضربة او الأذية هتبقى بدقة متناهية. وكده بقى قلت الكلمتين واحنا بنتكلم بعنوان الناس واستمرار الأدناس. قلت اول كلمة بداية غريبة، وقلت الكلمة التانية نتيجة رهيبة. الكلمة الأخيرة بقولها دلوقتي ابتداء من عدد 20، هي بعد النتيجة الرهيبة، خطايا كئيبة. خطايا كئيبة، أقصد بخطايا كئيبة إنها رديئة جدا، سيئة جدا، تحزن قلب الله القدوس جدا جدا. فعدد 20 بيقول وأما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات. شيء ملفت للنظر جدا كلمة الضربات. كلمة الضربات ما جاتش في سفر الرؤيا ولا مرة إلا في آية 20 إصحاح 9 اللي احنا بنقولها دلوقتي. معنى الكلام إيه؟ إذا كان الخطوم السبع ضربات والأبواق السبع ضربات والجامات اللي لسه هنشوفها سبع ضربات برضو، وغيره وغيره من الضربات الكونية وغيره، إذا كانت دي كلها ضربات، أفهم من معنى كلمة ضربات اللي أول مرة تيجي في سفر الرؤيا دي إيه النهاردة؟ إن الله عايز يقول لنا إني أنا بدي ضربات قبل الضربة القاضية الأخيرة على الأشرار. يعني الضربات الأولانية تمهيدية لعل البعض يتوب، ومع إن الله عارف بعلمه السابق إني بتوع البوق السادس دول مش هيتوبوا برضو، إلا إنه بيقول دي ضربات علشان يعلن ويظهر عدله أمام كل السماويين القديسين الملائكة
الأبرار، الغضب والعقوبات من الله هي أحكام بيسميها الله نفسه أحكام رضيئة، يعني هو نفسه ما كانش يتمنى إنه يعاقب الأشرار، لكن بيريد الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. بيكمل كلامه يوحنا الحبيب ويقول: فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم. وإن كان بيقول لم يتوبوا، ما احنا نعرفها بعد شوية، طب ليه قالها بدري كده لم يتوبوا؟ واضح إنه بيظهر إصرار الأشرار على عدم التوبة. فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم، وأعمال أيديهم جت في الكتاب المقدس عبادة الأصنام، والأصنام بتبقى مصنوعة بالأيدي. معنى الكلام إن في الأزمنة الأخيرة، في وقت اللي هو وقت البوق السادس، هيبقى فيه الإنسان بيهتم أو بيعبد عمل إيديه، وده معناه إن الإنسان بدأ يعبد نفسه مش يعبد ربنا. ده شيء خطير ومرعب ومفزع. زمن الويل الثاني، زمن البوق السادس. فلم يتوبوا عن أعمال أيديهم حتى لا يسجدوا للشياطين. واضح إني بدأنا نخش على مراحل أكثر ألماً وأسفاً وحزناً وكآبة. معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى، رسالته إصحاح 10 عدد 20، لما اتكلم عن إن في ناس يسجدوا للشياطين قال إيه؟ وده كان شيء بأسف شديد. قال إن الأمم هيقدموا ذبائح ليست لله، هي لشياطين. والكلام إشارة على الأزمنة الأخيرة. إحنا كل اللي إحنا فيه دلوقتي ابتداء من الإصحاح السادس، إحنا في الكلام عن الأزمنة الأخيرة. فبيقول لا يسجدوا للشياطين. شاور معلمنا بولس الرسول كده، وإحنا بدأنا ندخل على تذكر للوحين الشريعة وعكسهم. لوحين الشريعة في سفر الخروج كان اللوح الأولاني مختص بعلاقة الإنسان بالله بشكل مباشر، واللوح الثاني علاقة الإنسان، أنا بسميها كده، علاقة الإنسان بالله برضو ولكن من خلال الناس. إحنا المرة دي قدام لوحين سود. اللوح الأولاني تعدي على حقوق الله، واللوح الثاني تعدي على حقوق الناس الآخرين. وتسمعوا هنا سباعية كده على الماشي، لأننا قلنا أن سفر الرؤيا بيتميز بأنه سفر السباعيات، فهعدلكم السباعيات بدء بإيه. أول حاجة في تعدي الناس على حقوق الله، يقول أعمال أيديهم. عدوا معايا أعزائي المشاهدين، أعمال أيديهم حتى لا يسجدوا للشياطين. سجود للشياطين، أصنام الذهب والفضة والنحاس والحجر والخشب، آدي سباعية شريرة جدا. لكن سؤال بيطرح نفسه، هو ليه ذكر الأصناف دي بالدقة دي وبالتحديد دي وهو بيقول حتى لا يسجدوا للشياطين؟ هو بيتكلم في السباعية عن الذهب والفضة، ودي الأصنام اللي يقدر يشتريها الأغنياء، يبقى الأغنياء ناويين يسجدوا للشياطين والأصنام الذهب والفض. ويقول النحاس، النحاس أرخص من الذهب والفضة، يبقى المعنى إن الطبقة المتوسطة كمان ناوية تعبد أصنام. ويقول الحجر والخشب، وده ما إشارة إن الطبقة الفقيرة كمان هتعمل أصنام من الحجر والخشب رخيصة، ودي للفقراء. وبيقول حتى لا يسجدوا للشياطين. وإحنا بدأنا نسمع من سنين فاتت
يمكن 15 20 سنة عن حاجة جديدة مؤسفة اسمها عبادة الشيطان، نشأت في سان فرانسيسكو في أمريكا وانتشرت شوية في بعض مناطق في أوروبا. ومصاحبة هذه العبادة الشيطانية بفضائح وبأمور غير أخلاقية زي ذبح البشر. ده اللوح الأولاني وفي سباعية. لكن اللوح الأسود الثاني، تعدي الناس على حقوق الناس. وعلشان كده أنا حاطط عنوان الحلقة اللي فاتت والحلقة دي عنوان واحد بس، هو الناس واستمرار الأدناس. وبعد ما قلت بداية رهيبة ونتيجة بداية غريبة ونتيجة رهيبة، قلت الكلمة الثالثة دلوقتي، أعمال أو خطايا كئيبة. في الأعمال الكئيبة اللوح الثاني اللي تلاقوه يقول إن الأصنام دي لا تستطيع أن تبصر ولا تسمع ولا تمشي، وده تهكم لازع صارخ جدا. وشفناه مثلا في مزمور 115 آيتين ثلاثة كده، بيتهكموا على الأصنام إنها لا بتشوف ولا بتسمع ولا بتمشي. ويقول عن الناس في وأحوالها في البوق السادس الويل الثاني، ولا تابوا عن قتلهم. كلمة قتل هنا أول مرة تيجي على الناس في سفر الرؤيا. وكلمة قتلهم دي بالتحديد في اللغة اليونانية موجودة إيه؟ فونون، معناها القتل بالسيف. وفهمنا من الحلقات اللي فاتت إن القتل بالسيف هو عبارة عن القتل عن قرب، الذبح لازم يبقى اللي هيتذبح قريب مني، ما هياش بالبنادق أو صواريخ. الذبح عن قرب هي كلمة ما تبوش عن قتلهم. ويمكن دي حاجة بتتشاف النهاردة والأيام ديت. والمقصود بكلمة فونون اليونانية إنه قتل بشكل يومي. ولا عن سحرهم. ولما نحاول نفهم يعني إيه كلمة سحر، هنلاقي إن السحر هو محاولة لتغيير الأمور والأمر الواقع. عايزين الناس يمشوا الدنيا على مزاجهم بأساليب شيطانية، فيبتدوا يلتجؤوا للسحر اللي بيسموه أحيانا سحر أسود وما شابه. ولذلك في العهد القديم كان ربنا يقول لا تدع ساحرة تعيش. وكان عندنا سحر بمعنى الادعاء المعرفة بالمستقبل، زي عرافة عندور وزي عليم الساحر وزي بلعام العراف وزي ممارسات الكنعانيين زمان في العهد القديم اللي كان يمقتها الله ويبغضها جدا. وكانت عقوبة اللي بيمارسوا السحر الموت رجما للي بيمارسوا السحر. واللي بيمارسوا السحر وما تابوش عنه بتوع الويل الثاني، هنعرف في آخر سفر الرؤيا إنهم خارج الملكوت، خارج الملكوت. ولا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم. وكلمة سحر دي بالتحديد اللي قدامنا لقيتها في النص اليوناني فارماكون، ويمكن الدكاترة الصيادلة يعرفوا لأنها شبه كلمة فارماكولوجي. وكلمة فارماكون بتشاور على السحر بالعقار أو الدواء أو المخدر. ولا تابوا عن زناهم. وإن كان في اللغة الإنجليزية نلاقي الزنا هو one give himself to another، يعني واحد بيدي نفسه الآخر مش من حقه، إلا أن الزنا هنا في اللغة اليونانية المتجرة بالشرف، المتجرة بالشرف. ولا عن سرقتهم. السرقة نوعين، سرقة من الجوعان وسرقة من الشبعان، ودي فيها الطمع وفيها عدم الاكتفاء باللي عندنا. يبقى الأجواء بتاعت البوق السادس اللي هو الويل الثاني، لما تبقى الحياة رخيصة القتل بالسيف كل يوم، ولما تبقى الطهارة بلا قيمة ما تبوش
عن زناهم ولا عن سحرهم. والزنا والسحر والسرقة مرتبطين بالطمع، وبتضيع الحقوق، لأن اللي جعان بيسرق والشبعان بيسرق. دي بتفكرنا بقبل الطوفان وبوقت سادوم وعمورة بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبي صاحب النيافة الحبر جزيل الاحترام أنبا بسنتي. نستكمل تفسير سفر الرؤيا ابتداء من أول الإصحاح العاشر الحلقة القادمة. لربنا المجد دائما أبديا آمين. كلمات مش ممكن ننساها تشفي فينا الجروح، كلمات شايلة معاني بتشيل هم الطروح، حروفها منورة جوايا متأصلة. كلمات 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 الروح.